السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. فيديو النهاردة هتكلم فيه معاكم عن كورس علاج تساقط الشعر. كنت كلمتكم قبل كده عن منتجات انا استخدمتها وتسببت في تساقط شعري، فانا هقولكوا على العلاجات اللي انا خدتها من الدكتورة. اول حاجة هكلمكم عنها هي البخاخ ده، انا خلصت علبة منه فدلوقتي اقدر احكم عليه واقولكوا اذا كان البخاخ ده كويس ولا لا. البخاخ ده بيجي في علبة كده مقفولة، الازازة لوحدها والبخاخ لوحده. انا اشتريت العرض ده علبة ومعاها علبة هدية، علبة فيها 2 ازازة وعلبة فيها ازازة واحدة. انا فتحت الازازة واحدة اجربها. دلوقتي هفتح معاكم العلبة اللي فيها ازازتين. زي ما انتوا شايفين كده الازازتين منفصلين والبخاخ كمان لوحده منفصل، انما العلبة اللي فيها واحدة بتبقى فيها واحدة بس. بتمسكي الازازة، الازازة تقريبا مساحتها 60 ملي. بتفتحي الازازه بتلاقي غطا، بتشيليه وتحطي السبراي. احلى حاجه فيه ان السبراي بتاعه بيلف في 360 درجه فتقدري تستخدميه براحتك. العرض ده كان حلو جدا، شويه كان غالي بس بصراحه نتيجته كانت هايله جدا، كان تقريبا بحوالي 1100 جنيه. هوريكي دلوقتي سعره. كان غالي شويه، كان في منتج تاني ارخص بس انا فضلت ده، وبصراحه من ساعه ما استخدمته دلوقتي بقالي شهرين بستخدمه، الشعر طول بطريقه حلوة جدا وانبسطت جدا ان هو طول كده. العلبة من جوه فيها طريقة الاستخدام، يعني لو انتوا هتجيبوه من الصيدلية من غير دكاترة هتلاقوا طريقة الاستخدام مكتوبة جوه ومشروحة، وكمان المكونات مكتوبة بره باللغتين سواء في العلبة اللي فيها علبتين او واحدة بس. تاني حاجة منتج مصري، ما كنتش متخيلة ان انا ممكن الاقي منتج مصري يكون بالحلاوة دي. سعره تقريبا 47 جنيه. هو حمام كريم بتستخدميه 3 مرات في الاسبوع، يعني يوم ويوم. اسمه فيفي دول. هو انبوبة عادية جدا بس مش حمام كريم زي حمامات الكريم العادية، بيبقى عليه الووتر مارك دي. كريم عادي كده بتاخدي منه كمية وتحطيها على المنطقة المصابة اللي ما فيهاش شعر، وزي ما انا كبلته كده على الشاشة ما تستخدموش اي منتج الا لما تسألوا الدكتور عليه. المنتجات دي دكتورة هي اللي كاتباها لي. بعد كده في حبوب او مكمل غذائي دكتورة كانت كاتباهولي اسمها هاي بوتنسي فورمولا. كان سعر العلبة كلها فيها تقريبا 3 شرايط 46 جنيه. ده شكل العلبة، وبرده دي حبوب مصرية، سعر الشريط 15 جنيه تقريبا. شوية ريحتها مش لطيفة بس يعني الحمد لله كويسة. الباكج بتاع الحاجات دي كلها لما استخدمتهم على بعض بجد كانت نتيجتهم هايلة جدا. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان هو يكون فاتكو، واحب اقول لكم ان انتوا في اي وقت حاسين بمشكلة مع شعركم لازم تروحوا لدكاترة الجلدية. ده كان فيديو النهاردة، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، وسلام عليكم.